تحقيقات، أهم وأبرز المواضيع تستحق المتابعة. أهم وأبرز المواضيع للمتابعة كل نهار ثلاثة على الحياة أفهم. مستمعي الحياة فام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تحقيقات اللي يجيكم كل نهار ثلاثة مع ماضي ثلاثة. تسمعونا على 90.3 ولا على صفحة الفيسبوك، تتابعوا الفيديو لايف. موضوع حلقتنا اليوم هي المساحات الخضراء والشجرة، يعني الموضوع فرضته الأحداث المتكررة للحرائق، أيضا أخبار والحديث والأرقام عن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، وأيضا شح الموارد المائية، وأيضا تنامى الحديث عن التغيرات المناخية. وقت نعرفوا أنه اليوم مثلا في نشر صادر على مندوبية الفلاحة بالقيروان تقول أنه السدود 3 بالقيروان غير صالحة للاستغلال بسبب تراجع مخزونها المائي، وهذا ربما حلقة من حلقات التوازن البيئي وإشكالية التغيرات المناخية. باش نحاولوا في حلقة اليوم نسلطوا الضوء على الثقافة البيئية، علاقة المواطنين بالشجرة خاصة في مدينة القيروان، وأيضا تحثوا على الشجرة في وسطها الغابي بعد ما شفنا عدد كبير من الحرائق. هذا علاش مع عدد من المدخلين في حلقتنا اليوم باش نحاولوا نتناولوا الموضوع في مختلف جوانبه وأبعاده. ضيفنا في الاستوديو الدكتور البيطري صالح الشهيبي، مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الحياة فهم. يرافقني في حلقة اليوم فريق تقني أمل البارز، مبروك شهادة جديدة يا أمل، وأيضا محمود الترودي في الديجيتال. الدكتور ربما مش يطرح السؤال شنو علاقة طبيب بيطري بموضوع بيئي أو موضوع عن الأشجار، خاصة وإحنا مش نحكيه على مبادرة غراسة المليون شجرة ونحكيه على الحرائق، اللي هي ربما الحرائق هذه هي ربما مؤشر أو نتيجة لاختلال نوعا ما بيئي، ولو أنه كنت في الكواليس قلت رأيت نجم تكون الحرائق عندها فايدة على البيئة. طبعا هو الحرائق هي من الكوارث الطبيعية، نحسبها من الكوارث الطبيعية، لكن في بعض الأحيان نجم تكون نافعة، خاصة أنه تنجم تعاود توزيع الغطاء النباتي وتجديد أنواع من الأشجار، بحكم أنه ساعات الدخان ذاك ومتاع الحرائق والكل نجم يساهم، والحرارة اللي خرجها الحرائق هذيك تساهم في نقل أكل ثم بذور تنجم تاع أشجار كما أشجار الصنوبر، وكل ما تحل كان ما تكون ثم درجة حرارة معينة، وينجم الدخان ذاك هو اللي يحمل أكل بذور ذيك ويساهم في تجديد الغطاء النباتي. دونك ما هيش ديما مضرة للحرائق إذا كان نعرف ونستغلوا المخلفات نتاعها زاد. تكون بشكل مدروس تقول أنت. طبعا طبعا. لكن شفنا الحرائق ومش بعيدة علينا في محمية زغدود، اللي هي ربما محمية نعرف أنه فيها يعني سيستم إيكولوجيك كامل، فيها الشجرة، فيها النبتة الغابية، فيها الحيوانات، فيها الطيور، فيها النحل، فيها برشا يعني العناصر البيئية، صار فيها أضرار، وربما الضرر هذايا مش يكون عنده تأثير على الحيوانات، على الغذاء، على الزراعة. طبعا هو الغطاء النباتي مهم في التوازن البيئي، لأنه كي نقولوا محمية وكي نقولوا غطاء نباتي هو متكون من مجموعة من العناصر اللي تكون الإيكوسيستم البيئة، اللي هي متكونة من النجم نلقاو الفطريات، نلقاو الميكروبات اللي موجودة في التربة، نلقاو الأعشاب بالطبيعة بمختلف أنواعها، ونلقاو الأشجار، نلقاو زاد الحيوانات اللي تتغذى، لأنه السلسلة الغذائية متكونة من منتج ومستهلك درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة. معناها إذا كان اختل توازن عنصر من العناصر هذية نفقدوه، طبعا مش يصير خلل في التوازن البيئي، وهذا الكل يأثر على البيئة ويأثر على المحيط،
ويخليوا درجة الحرارة نتاع ترتفع، وهذا ديجا اللي بينته الدراسات في السنوات الأخيرة، هناك ارتفاع في درجات الحرارة مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب الماء معناها في، وممكن يهدد حتى بفيضانات في قادم السنوات. دكتور نحكيو على مبادرة، وسيادتك من بين اللي ناديتو بها مبادرة غراسة مليون شجرة، شفنا وزارة الشباب والرياضة تفاعلت مع المبادرة هذه وباش يتم تفعيلها. هل ترى انه هالمبادرة هذه تحتاج انه تتعمم في كل الجهات خاصة في المدينة، مدينة القيروان ما نعرفش هل انطبق عليها، تنجم تكون تونس الخضراء في المدينة تو خضراء تونس ولا؟ أكيد هي كي نرجع للمبادرة بعد ما صارت لك الحرائق والكل، قلنا علاش لا ننطلقوا بفكرة كما يقولوا فيها، انطلقنا في إنشاء مجموعة على شبكة التواصل الاجتماعي اللي هو الجروب هذا اسمه اغرس شجرة تونس ترجع تونس خضراء. جاء هذا الجروب أنشأناه، هي فكرة وكل كما يقولوا فيها كل مبادرة تنطلق بفكرة، وهذه كانت في تاريخ 13 أوت تقريبا ويوم عيد المرأة. دونك من بعد الحقيقة لقيت معايا ثم أصدقاء متفاعلين ويكونوا موجودين على شبكة التواصل الاجتماعي، والحقيقة من بعد في 23 أوت ثم تجاوب من سلطة الإشراف، وشفنا البلاغ متاع وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني اللي بالتعاون مع جمعيتين هذوكم تونس جرين وجمعية أخرى، دونك أصدروا بلاغ، أصدرت الوزارة بلاغ وأنه فتحت باب التطوع من أجل إعادة غراسة الأشجار. دونك حملة دونك حدد موعدها الآخر أجل اللي باش تسجل في الحملة هذه 15 سبتمبر. دونك الحملة هذه مش تنطلق من الشمال الغربي، دونك وعلاش ليها بالطبيعة تتعمم على تونس كاملة. دونك هي الفكرة كما قلنا بديت بغراسة كما قلنا، اقترحنا مثلا علاش ليها في كل ولاية نعملوا 1000 شجر كما عملنا للأيام المفتوحة للتلقيح ضد الكوفيد. جاءت الفكرة علاش ما نعملوش غراسة 1000 شجرة في كل ولاية، واللي هي عدد هذا يتسمى عدد نجم نوصلوا العشرات الأضعاف نتاعو إذا كان تكون ثم إرادة وتكون ثم عزيمة من المجتمع بصفة عامة. هذا هو، هي ربما ثقافة مجتمعية ويكون ثم صداقة بين المواطن وبين شجر. الحقيقة صحيح ثم ناس تقلع شجر وتكسر شجر، لكن في العموم الناس نحبوا الخضار، نحبوا الطبيعة، نحبوا البيئة الجميلة، نحبوا المنتزه العائلي، نحبوا الفلاحة في الأخر، هي ربما حتى النسيج الغابي وجزء بالمنظومة الفلاحية. فنتصور لو تكون ثم مبادرة أو محفزات تتوفر مثلا المشاتل، فأكيد الناس تتفاعل مع المبادرة هذه. أكيد هو شوف توعدنا بحكم أنه في كل ولاية موجودة المنابت متاع المشاتل متاع الأشجار الغابية، دونك موجودة في كل ولاية تقريبا موجودة، دونك تابعة لوزارة الفلاحة إدارة الغابات. دونك نتصور وأنه ما هيش صعيبة وأنه الدولة توفر حاجة كما هكا، لأنها نتصورها موجودة، الأعداد موجودة بالشكل الكافي. أنا حسب نتصور لأنه هناك عندنا المنابت هذه موجودة على كامل طراب الجمهورية، ونتصور كي نلقاو المواطن وعدد هام متطوع اللي مش يحفر واللي مش يغرس واللي مش يسقي، وكما كنا نحكيه يزمنا نشوفه مع أهل الاختصاص في هذا المجال، خاصة الأشجار يزم يكون الاختيار متاع الأشجار هذه، خاطر هي مش تعيش ناقصة في 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 بلاصة جبلية، يزمها تكون مثلا نحكي لك يزمها تكون مثلا تتأقلم نوعية الأشجار ذيك تتأقلم مع
مع العظام معناها مع النقص نتاع الماء دونك تكون كيما الموجوده كيما الصنوبر كيما كيما العديد من الاشجار اللي تنجم تقاوم الجفاف. دونك لهنا لازم نرجعوا لاهل الاختصاص في هذا المجال خاطر باش تكون العمليه ناجحه طبعا. هذا انتم كاطباء بياتره تنجموا تساهموا سواء في التحسيس والا في المشاركه على الميدان في المبادره هذه. طبعا احنا كنا متواجدين في التحسيس في الحملة التلقيح ضد الكورونا وبطبيعة متواجدين توا بحكم وأن كما كنا نحكيه النسيج المهني متاعنا يغطي كامل طوارب الجمهورية دونك النجم ونحسوا نشاركوا في الحملة التحسيسية هذه وندعيه العباد ونشاركوا فيها اون بلوس فهمت لأنه علاش اليوم كي نحكيه على إيكوسيستيم كامل. اليوم الحيوان ما ينجمش يعيش بدون مرعى بدون غطاء نباتي. اليوم من الغطاء النباتي الحيوانات اليوم من نعطيك حاجه كما مثلا النحله اللي هي انديكاتور اليوم النحله اذا كان وصلت النحله في الانقراض اعرف نهايه مش يصير جفاف كبير في العالم دونك ومش تصير نجم توصل للتصحر العام لانه النحله اليوم تساهم في مهم كانديكاتور اون بلوس يساهم في التوازن البيئي. شو قاعده تقول لنا النحله توا دكتور بحكم انت اختصاصك هذا شنو هي ربما المؤشرات اللي متوفره توا نشوفوا في بعض مؤشرات الجفاف شح المياه فيضانات ثم حاجات ربما تلفت الانتباه ولازمنا نتحضروا لها. طبعا خاصه توا نشوفوا بدايه الغطاء النباتي بدا ينقص والغطاء النباتي مهم إذا كان بدا ينقص الغطاء النباتي اللي هو مربوط بسلسلة كاملة اليوم كي نحكيو احنا على غطاء نباتي إضافة إلى الحياة الحرائق هنا ثم حاجات أخرى كيما النبتة اليوم ما تتلقح إلا بالنحلة دونك من أهم من الحوايج كيما الريح كيما النحلة هي اللي تلقح تقوم بتلقيح النباتات دونك تساهم في تكاثر النباتات هذيك. اليوم إذا كان نشوفوا الغطاء النباتي نقص بشكل كبير وزيد عليهم الحرائق دونك هذا يخلي المحيط البيئه ماشيه معناها ماشيه للتصحر حاليا نشوفوا وقت تشوف انحباس حتى الامطار وصلنا حتى بسته اشهر ما فماش امطار دونك هذا كله طبيعي مش ياثر على المائده المائيه من حتى على الانسان طبعا اذا كان نحكيه على غطاء نباتي مش نحكيه على الحيوان ومش نحكيه على الانسان والغذاء مش نحكيه على الغذاء هذا هو. دكتور تقترح في الاشجار هذه ثم نوعيه معينه ربما من الاشجار تنجم تكون فوائدها متعدده للحيوانات وفي تنجم تكون حتى اشجار زيتون خروب يعني مثلا هي كما كنا نحكيه ماذا بينا تكون هي النبات خطر الاشجار احنا مش نزرع ومش نمشيو فما بلايص مش نزرع مثلا نزرعهم ومش نمشيو دونك مش تعيش في مناخ جبلي دونك لازمها تكون تقاوم كما كنت تحكي الخروب والزيتون والاشجار الصنوبر برشا انواع من الاشجار ديجا اللي نجموا يتاقلموا مع المحيط نتاعنا وفي المدن بطبيعه عندنا الاشجار اللي نجموا نقوموا بزيارتهم ومتابعتهم علاش ليه احنا كل انا ديجا كنا دعينا حتى في الفتره هذه اللي عنده قدام داره في الاخر هو المواطن هو عنصر فاعل في المجتمع المدني دونك اللي عنده شجره قدامه فيها باس ينجم يسقيها يتعهدها برعايه دونك ما فيها باس مش كل شيء مثلا مش يكون على اذا كان مش نخليه كل شيء على عاتق البلديه وعلى عاتق الدوله ما فيها باس هي شجره ماهيش مش تقلق في الاخر كي كل مواطن مش يسقي شجر شو يعطيها 300 ولا 300 في الشهر معناها ما بالحق عمليه ماهيش صعيبه وبهكاك نعاونوا يد مع يد كما يقولوا فيها حمل الجماعه ريش وهكاك نساهموا في تونس تولي كما كنا نحكيو تولي خضر ترجع خضر ترجع مرشتي رايك الشخصي احنا سالنا مواطنين على المساحات الخضراء في مدينه القيروان تسمعوه بعد الفاصل حاليا تلقى انت كعائله وين تمشيو وين تقضيو وقت وانت شويه حتى تفرهيده اكسجين ثم مساحات كافيه خضراء في مدينه القيروان والله في القيروان المدينه تكاد تكون منعدمه المساحات الخضراء لانه نشوفوا ثم اشجار
غرست وماتت ما فماش عنايه بها كما كنا نحكيو، ماهيش كان البلديه وحدها المواطن مسؤول في الحاجه هذه. صدقني انا عم ناول مثلا نعطيك في فتره الحجر الصحي الشامل هذاك في فتره معينه الواحد سي تخنق فهمت. اكتشفت معناها بلاصه مش بعيده هي في الباطن ديجا نعرفها قبل شجرها معناها تقريبا 20 سنه التالي. اما كي مشيت بالحق لقيت فيها متنفس بقى. متنفس كبير بالكدا معناها شوف انت اهميتك الشجره هذيك تتزرع فهمتني؟ زرعت ونسيناها معناها. زرعت ايفيكتيفمون زرعت نسيناها ممكن سنوات الاولى يتلهوا بها ومن بعد بعد امشي شوف تلقى بالحق تلقى غطاء نباتي. علاش لا؟ احنا القدام احنا تو هذا الكل كما يقولوا فيه الاجيال القادمه نحكيوا على الاجيال القادمه علاش لا ما تصيرش حاجه منظمه كما نقولوا فيها مش هاو اعمل اغرس شجره اليوم لا يلزم تخطيط على المدى البعيد. اليوم نحكيو غدوه مثلا مش تغرس المحيط نتاع المدينه القيروان لازمك تقرا حسابك في التوسع العمراني مش كي تجي من بعد تقلع النبته هذيك بعد عنايه و و و ونجيو احنا لا من توا. هذه ربما من بين التوصيات كنت نسالك انا على التوصيات ربما للسلطات المحليه البلديه شنو توصيه بخصوص الفضاءات ربما حتى غرس الاشجار دكتور؟ هي كما كنا نحكيو غرس الاشجار ينجم كما كنا نحكيو تدخل في اطار الحمله هذه الحملات الوطنيه وتولي كل عام علاش ما توليش كل عام وتولي عاده حملات وطنيه تصير على مستوى جهوي دونك نسميوهم ايام جهويه اللي غرسة والعنايه بالاشجار مش لازم مش تزرع كل حمله مش تزرع شجر لا نجموا نرجعوا للمره الجايه نسقيه ونحيوا الاعشاب الطفيليه منها دونك وتبقى ايام علاش ما تكونش مثلا ثلاثه اربعه ايام مفتوحه في العام كامل نجموا نعتنيو بنفس الاشجار هذوكم اللي غرسناهم فهمت باش تكون ثم متابعه. ديما الاشكاليه في تونس هي حط ويمشي دونك ما ثماش متابعه لهنا علاش ما تكون ثم متابعه. هذا هو المطلوب يكون ثم مواطن صديق للشجره صديق للبيئه ونجموا زاد نقولوا شعار اغرس شجره تلقى ما تتنفس غدر حيد احنا نشوفوا الاكسجين توا كان ثمين نشري فيه بالفلوس. شكرا لك دكتور شرفنا بقبولك الدعوه. ما زلنا مواصلين بعد الفاصل مع جمله من المداخلين من المواطنين من المجتمع المدني والبلدي. تحقيقات اهم وابرز المواضيع تستحق المتابعه. اهم وابرز المواضيع للمتابعه كل نهار ثلاثه على الحياه افهم.